مرحبا أطفالي الأعزاء، لا نزال في محور المقارنة، ودرسنا اليوم هو أكثر أقل. أكثر أقل، سندرس اليوم هذا الدرس ونبدأ بأول سؤال. يقول: أضع علامة قاطع ومقطوع، هذه تتسمى قطع ومقطوع، تحت المجموعة التي تحتوي على عدد أقل من العناصر. أعيد السؤال: أضع علامة قاطع ومقطوع تحت المجموعة التي تحتوي على عدد أقل من العناصر. أقل، نسطر كلمة أقل، شنو معناتها؟ معناتها أنا باش نضع العلامة هذه اللي هي قطع ومقطوع تحت المجموعة اللي فيها أقل عناصر، معناتها ما نمشيش نعد ونلقى أكبر عدد نحط تحته قاطع ومقطوع، لا، وإنما أقل عناصر في المجموعة، معناتها أقل عدد نحط فيه أنا قاطع ومقطوع. كيفاش باش نفرق ما بيناتهم؟ باش نبدا نعد بالمجموعة بالمجموعة. المجموعة الأولى مجموعة الجزرات، باش نعد عندي 1 2 3 4، لهنا نكتب 4 بالصغير هكا باش ما ننساش العدد الرقم. المجموعة الثانية هي مجموعة التفاحات، احنا تو باش نعدو مجموعة التفاحات، 1 2 3، نكتب 3 بالصغير، انا نكتب بالقلم الجاف، انتم اكتبوا بقلم الرصاص باش من بعد تفسخوها. هذه المجموعة تتواجد بها 3 تفاحات. نمشي تو لمجموعة الكرات ونعد كم بها من كرة، 1 2، بها كرتان اثنان، إذن عنا لهنا 4 3 2. ما هي المجموعة التي بها أقل عناصر؟ هذه فيها 4 وهذه فيها 3 وهذه فيها 2، شنو الأصغر رقم؟ هل هو 3 أم 4 أم 2 يا ترى؟ نعم، 2 هي أقل رقم، بمعنى أن هذه المجموعة بها أقل عناصر. إذن سأكتب قاطع ومقطوع بهذه الخانة. رقم 2 هو أصغر من 3 و4. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. ماذا يقول هذا السؤال؟ أكون مجموعة بها أكثر، نسطر كلمة أكثر، خطرها مهمة باشا، أكثر عناصر من هذه المجموعة حسب اللافتة. معناتها احنا تو عنا المجموعة هذه وعنا المجموعة هذه، احنا باش نصوروا في المجموعة هذه أكثر من المجموعة هذه، من المجموعة الأولى عنا لهنا شنو صورنا؟ نعم، مثلث، أحسنتم. أنا باش نرسم مجموعة المثلثات لهنا ويلزمها تكون أكبر من مجموعة المستطيلات، لكن قبل كل شيء يلزمنا نعدو قداش عنا من، أحسنتم، من مستطيل. 1 2 3، لدي 3 مستطيلات بالمجموعة الأولى، لذلك سأكتب رقم 3 بهذه الخانة، هذه 3. هنا كتبت 3، باش نجي لهنا في المجموعة الثانية ونرسم المثلثات كما عطاني هو لهنا في الصورة، لكن هل يلزمها تكون أكثر منها؟ باهي،
احنا باش نرسمو ثلاثة مرة لولا مثلثات كيما هنا ونزيدو عليها. من بعد نحسبو، عندي مثلث الأول، عندي مثلث الثاني، وعندي المثلث الثالث. هكا ولا عندي ثلاثة ثلاثة؟ لهنا عندي ثلاثة مستطيلات ولهنا عندي ثلاثة مثلثات، وهو طلب أكثر أكثر منها. معناتها أنا صورت ثلاثة وبتوا باش نزيد عليها، نزيد عليها واحد كما تحبوا أنتم، تحبوا تزيدوا واحد، تحبوا تزيدوا اثنين، تحبوا تزيدوا أربعة، المهم أكثر من المجموعة الأولى اللي هي فيها ثلاثة. أنا باش نزيدها زوز مثلثات ونحسب المجموعة متاعي قداش فيها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. مجموعة الثانية بها خمسة نعم مثلثات، سأكتب رقم خمسة، خمسة مثلثات، وبذلك تكون هذه المجموعة أكثر من هذه المجموعة. في هذا السؤال تعلمنا أكثر، تعلمنا أكثر، وفي هذا السؤال تعلمنا أقل. ودرسنا اليوم هو أكثر أقل. أحسنتم أطفالي الأعزاء، لقد انتهى درس اليوم أكثر أقل. لننتقل إلى الدرس الموالي، إلى اللقاء يا أطفال.